انتفض سكان مشتى بوماغو وخرجوا للاحتجاج أمام مقر ولاية ميلا مطالبين بمقابلة والي الولاية لطرح انشغالاتهم العالقة منذ سنوات. إيناس دفوس رصدت التصريحات التالية. سكان بودماغ مش بودماغ بلدية الكرام ولاية ميلا، هنا جينا اليوم هنا درنا وقفة احتجاجية على أمور تخصنا كيما نقولوا هنا متهيئة من الغاز الطريق الماء كيما أمور بزاف تخصنا. رانا عايشين في عزلة، في عزلة قدا هنا درك من نهار عرف كيما نقولوا هنا إنسان عرف صلاحه ما استفدنا والو من الدولة هذه. طالبنا بالماء والطريق والغاز مدرسة الأولاد ما كان حتى رد من البلديه، من شاف دايره ما كيحترض هذه سنين وهما وعود كاذبه برك. لا ماء لا غاز لا طريق ما كان والو، لا مسؤولين يدوروا شويه هنا ما كان والو، ابار الحمله تاع الفوط برك كي تفوز الحمله تاع الفوط ما كان حتى واحد. باريسبي على كل حال نحترم كل واحد ونتمنى من السلطات هذه ديال الوعود هذه كاذبه، نتمنوا اخويا نفذونا المطالب اللي جينا بها ونقابلوا الوالي والسلام عليكم وهذا مكان.